يسدرون هاي المنظومة الإلكترونية قطعة الطريق أمام من يريد أن يشوش، أن يتدخل، أن يؤثر على إرادة الناخب وبالتالي مخرجات العملية الانتخابية. الأجهزة أثبتت كفاءتها، الذي المحافظات اللي أرسلت النتائج تم تدقيقها، النتائج التي أرسلت عبر الوسط الناقل مع ما موجود على مستوى المحطة من شيت ورقي ويو اس بي باستثناء جزء بعض محطات محافظة كركوك بسبب ما ذكرته. المنظومة الإلكترونية جيدة جدا ممتازة، ولولا بعض القضايا التي حدثت الفنية الجزئية والمضايقات التي تعرضت لها موظفي المفوضية وتحديدا في محافظة كركوك لكان إعلان النتائج قبل هذا اليوم. كمؤسسة نعمل وفق الأطر القانونية والإجرائية. قانون الانتخابات ألزم المفوضية أن تقوم بعملية العدوى الفرز من خلال أجهزة العدوى الفرز اللي استخدمناها. ليس هناك، تعتقد المفوضية، ليس هناك مبرر إلا الآن يدعو المفوضية أن تقوم بعملية عدوى فرز يدوي يدخل العملية الانتخابية في مشكلة جديدة ويعطل عملية إعلان النتائج وبالتالي ينعكس سلبا على مخرجات العملية الانتخابية والسياسية. الآن ما موجود 2000 محطة موجودة في معرض بغداد، ممكن الآن تروحون وتشوفون عملية المطابقة بين ما موجود ما خرج الجهاز من خلال الشيت الورقي مع ما موجود داخل الصندوق، راح تلاحظون مراقبين الأحزاب السياسية كيف يوقعون بأسمائهم على صحة المعلومات اللي موجودة اللي خرجها الجهاز. فعملية المطابقة هي متحققة الآن لعدد من المحطات يفوق 2000 محطة، والآن 2000 صندوق. بإمكانكم الذهاب إلى معرض بغداد الدولي لتقفوا على هذه الحقيقة، وبالتالي مجلس المفوضين لا يرى ضرورة أن يلجأ إلى عملية العدوى الفرز اليدوي.